بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي قناة جزيرة المعرفة الكرام، أهلا وسهلا بكم. شاهد لأول مرة صورة النبي موسى عليه السلام والتي رسمها المسلمون قبل مئات السنين. تم اكتشاف صورة حقيقية منحوتة للنبي موسى عليه السلام مع الدليل الذي يؤكد بأن صورته عليه السلام. قصة النبي موسى التي ذكرت في القرآن الكريم أكثر من مرة هي من أكثر القصص عبرة، وتابعنا معا المواقف التي حدثت بين فرعون والنبي موسى عليه السلام، وسنعرض لكم الآن قصة اكتشاف صورة النبي موسى عليه السلام. ولكن فضلا إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. أثارت لوحة النبي موسى عليه السلام دهشة الحضور خلال المؤتمر الذي نظمته إحدى شركات الإنتاج الفني، وذلك لعرض اللوحة وتحليلها، حيث تظهر الصورة الحقيقية لنبي الله موسى عليه السلام. وعرض المؤتمر الصحفي طرح اللوحة الأثرية الهامة التي ترجع لآلاف السنين، حيث يطلق عليها اسم سر النبي موسى حسب عضوية هيئة الآثار العربية ومكتشفها الشيخ أحمد الجوهري. وأوضح الجوهري أن اللوحة مصنوعة من حجر البازلت الصلب، تم اكتشافها في جنوب سوريا منذ 3000 عام، وتحتوي على وجه النبي موسى عليه السلام بالإضافة إلى 9 صور أخرى منها المسيح الدجال، معلنا أنه سيتم إنتاج فيلم تحت نفس الاسم، وهو سر موسى، والذي سيحكي قصة اللوحة وكيف تم اكتشافها. حضر المؤتمر الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين وعدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالحدث. وأيضا اليهود يعرضون صورة موسى عليه السلام في مناسبات احتفال اليهود بعيد الفصح الذي يحتفلون فيه بذكرى خروجه من مصر. نشرت الرسامة رود جولي بصحيفة إسرائيل هوم صورة كاريكاتور تم رسمها، وزعموا أنها أقرب تشبيه للنبي موسى عليه السلام. وأوضحت الصحيفة أن الصورة التي تم رسمها للنبي موسى عليه السلام تم من خلالها جمع مواصفاته التي وردت في التوراة والتلمود، ووافق عليها كبار الحاخامات في إسرائيل من بينهم الحاخام عفيد يوسف. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رسم نبي بني إسرائيل وهو يحمل الألواح ومكتوبا عليها الوصايا 10 التي أنزلها الله عليه في طور سيناء بعدما خرج اليهود من مصر مع موسى عليه السلام. قضى حياته كلها في السفر، لم يعرف له بيت ولم يستقر في موضع، فظل يرتحل من بلد إلى بلد. خرج من مصر إلى مدين ليعيش فيها 10 سنوات، ثم من مدين إلى مصر وعاش بها 15 عاما، ثم يخرج من مصر مع بني إسرائيل إلى سيناء ليقضي 15 عاما من الترحال، ثم من سيناء إلى صحراء النقب، ثم رحلته مع العبد الصالح، وحاول أن يدخل إلى الأرض المقدسة قبل الوفاة. وفاة النبي موسى عليه السلام كانت أغرب قصة وفاة لأي نبي على الإطلاق، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه سكحه ففقأ عينه، بمعنى الحديث أنه عندما جاء ملك الموت للنبي موسى عليه السلام قام النبي موسى عليه السلام بفقع ملك الموت فقلع عينه. والآن سنتعرف بالتفصيل قصة موت موسى عليه السلام. وربما يتعجب البعض من هذا الحديث، إلا أن ملك الموت قد جاءه في هيئة رجل عادي وهو قائم بين بني إسرائيل، فقد تمنى موسى أن يستكمل 40 سنة ويدخل القدس ليستكمل رسالة الله تعالى. لم يعرف سيدنا موسى ملك الموت عندما جاءه في هذه الصورة، بل ظنه من بني إسرائيل. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، فقال ملك الموت: أجب ربك. فطلم موسى عين ملك الموت، ففقع عين ملك الموت، فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك بعثتني إلى عبد لا يريد الموت. وقال ملك الموت لله: ولقد فقع عيني. فرد الله عين ملك الموت، وقال الله لملك الموت: ارجع إلى عبد موسى وقل له: هل تريد الحياة؟
هل تريد أن تعيش المزيد في الدنيا؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، وعدد الشعيرات التي تلمس يدك على ظهر الثور ستعيش بكل 10 تلمس كف يدك. فقال موسى: ثم ماذا بعد ذلك؟ فقال ملك الموت: ثم بعد ذلك الموت. أدرك موسى عليه السلام أنه إذا لمس ظهر الثور سيلمس شعيرات كثيرة، وبكل شعرة سيعيش سنة، وأدرك أنه سيعيش أكثر من العمر الذي عاشه في الدنيا. وقد أزهد النبي موسى الدنيا، فقال لملك الموت: لا أريد أن أعيش سنوات أخرى، أريد الموت. تشير المعتقدات الدينية إلى أن النبي موسى عليه السلام دفن في جبل نيبو الواقع في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الجهة الغربية من مدينة مأدبة، حيث يعتبر هذا الجبل واحد من أروع الجبال في المنطقة بأكملها. ويعتقد أدعى الأديان السماوية أن الجبل هو الجبل الذي وقف عليه النبي موسى عليه السلام حيث نظر إلى الأرض المقدسة التي حرمها الله تعالى على بني إسرائيل، وهذا الجبل من الجبال المطلة، ويمكن إلى يومنا هذا الصعود إلى الجبل والنظر باتجاه فلسطين الأرض المقدسة. إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك يمكن رؤية المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنائس القدس، كما يمكن من أعلى هذا الجبل النظر باتجاه الشمال والجنوب. هذا ويبلغ ارتفاع الجبل حوالي 680 مترا فوق سطح البحر. قام رهبان الفرنسيسكان بتشييد كنيسة إيوان على هذا الجبل، وقد كان ذلك بين القرنين الرابع والسادس بعد الميلاد، حيث تضم هذه الكنيسة لوحات في غاية الجمال والروعة، وقد كان موجودا في هذه الكنيسة صورة النبي موسى عليه السلام كما يظهر أمامكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.